صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء تعميم بشان عطله ذكرى عاشوراء 1442 هجريه وجاء في التعميم انه بمناسبه ذكرى عاشوراء لعام 1442 هجريه تعطل وزارات المملكة وإداراتها وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي السبت والأحد الموافقين للتاسع والعشرين والثلاثين من شهر أغسطس 2020 وحيث أن يوم السبت يقع ضمن عطلة رسمية فيعوض عنه بيوم الاثنين الموافق للحادي والثلاثين من شهر أغسطس 2020